يوجد رجل في القرية التي نحن فيها يقرأ القرآن بدون ترتيل ولا تجويد ولا معنى، ويعتقد في القبور والموتى وينذر لهم بنذور، ويعتقد أنهم ينفعوا ويضروا. هل تجوز الصلاة خلف هذا الإمام؟ وهل يجوز أن يصلي على الميت إذا مات وهو في هذا العمل؟ أفتونا مشكورين. من كان يعتقد في الأموات أنهم ينفعون أو يضرون وينذر لهم ويتقرب إليهم فهذا مشرك الشرك الأكبر والعياذ بالله، لأن هذا يعبد غير الله، فلا تجوز الصلاة خلفه لأنه ليس بمسلم ما دام على هذه الحالة. ولكن الواجب عليكم أن تناصحوه وأن تبينوا له أن هذا شرك أكبر، وأنه يجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والعمل بالتوحيد الخالص وترك عبادة الأموات وعبادة ربه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فإن تاب ورجع إلى الله جازت الصلاة خلفه، أما ما دام على هذه الحالة فهو ليس بمسلم ولا تصح منه صلاة ولا تجوز الصلاة خلفه. وإذا مات فإنه لا يصلى عليه، إذا مات وهو على هذه الحالة لم يتب فإنه لا يصلى عليه لأنه ليس بمسلم. الصلاة على الميت إذا كان مسلما، أما الكافر هذا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يتولاه المسلمون، وإنما يتولاه أقاربه الكفار.